مصر قدمت أكثر مساعدات الحقيقة إغاثية لغزة مقارنة بكل دول العالم حتى الآن. الحقيقة أنت هتلاقي دول كتير تقول لك إيه وإحنا أكثر دول قدمنا، رغم إن عند مصر هي المصفى. يعني أنت بتشوف كل يوم كم المساعدات اللي بتدخل من معبر رفح، ومصر الحقيقة بتبذل مجهود كبير. يمكن حضراتكم تتصوروا إن هي مجرد شاحنات بتدخل ويتم تسليمها، أبدا، هذه الشاحنات بتدخل بيتم أيضا تفريغ الحمولات بتاعتها ويتم أيضا تسليمها ويتم الرقابة عليها، ومصر بتبقى موجودة طول الوقت حتى تتأكد بأن المساعدات عدت بأمن وأمان ووصلت إلى القطاع، مش مجرد إن أنا ببعت شاحنة دخلت وخلاص. مصر مصرة طول الوقت إن هي تؤمن هذه المساعدات وأن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى قطاع غزة، والأكثر بأن مصر على تواصل دائم بالقطاع وتسأل ماذا يحتاج الناس، وطول الوقت تجدد. إذا كان في احتياج أكثر إلى الأدوية فتبقى المساعدات أدوية، احتياج أكثر إلى الغذاء تبقى المساعدات غذاء. وحتى الآن وفقا للأرقام المعلنة بلغت المساعدات حتى الآن 7094 طناً، منها كالآتي. بصوا الأرقام يعني عاملة إزاي، 5900 طن من مصر وحدها بس، والباقي من الدول الأخرى، وتقدر حضرتك تشوف الأرقام. وتم تسليم 6000 طن ووصلت لغزة بالفعل عبر معبر رفح. الأرقام كثيرة متنوعة ومختلفة، ومصر بنسبة 80 ربما 90% تقدم المساعدات، والحقيقة ليس هو فضلا ولكنه حبا ومساعدة لأهالينا في قطاع غزة. خلينا نروح لعضو التحالف الوطني أستاذ محمد سيف النصر. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور يا فندم. يعني كلمني عن يعني طابور المساعدات الذي لم يتوقف منذ بداية دخول المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة. أنا سمعت المقدمة اللي حضرتك قلتيها، إحنا مش بنساعد دول إخواتنا وأهلنا ودي حقوقهم علينا، ويمكن طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووجه التحالف الوطني بكل مؤسساته لدعم اخواتنا في قطاع غزه. يمكن الارقام اللي حضرتك بتقوليها خلينا اقول لحضرتك ان هي كل ساعه في تزايد، لان صحيح. التحالف الوطني اطلق القافله الثانيه هي كانت عباره عن جسر متواصل يوميا، بل كل ساعه في حافلات محملة بالأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بتعدي من معبر رفح وبتوصل لإخواتنا في قطاع غزة. وطبعا احنا بنطمن أول بأول على وصول هذه المساعدات، وكمان بنشوف ايه الاحتياجات اللي محتاجينها إخواتنا في قطاع غزة، وبتحاول ان هي تكون أولوية في الحاجات المرسلة إلى إخواتنا في قطاع غزة. أكيد أنا يعني عارفة ومتأكدة بأنه كمان هناك الكثير المستلزمات اللي بتجد، يعني يطلبوا طلبات تجد طبقا للنقص اللي بقى موجود وشديد في قطاع غزة. وأنا عارفة أنه التحالف الوطني طول الوقت بيحاول يلبي كل الطلبات الموجودة. يعني الوضع طبعا في غزة صعب أنه هو يتوقف، وضع مأساوي، انهيار للبنية التحتية، انهيار للمنظومة الصحية، قصف متواصل على المدنيين في قطاع غزة. يمكن احنا بنحاول ان احنا نتواصل دايما مع الجانب الفلسطيني ونشوف احتياجاته ايه وبنبدأ ان احنا نوفرها له. طبعا اولوية طبعا بتكون للادوات والمواد الخاصة بالعمليات الجراحية، خيط جراحة، الشاش، الأذن، كل ما يستلزم العمليات الجراحة، بالإضافة كمان إلى ألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، الضغط والسكر والقلب اللي بيعاني منها كبار السن. بنحاول إن احنا ندعم أول بأول بكميات كبيرة، يعني بنحاول إن احنا نساعد ولو بجزء بسيط. نتمنى الخير، هتفضل مصر هي يعني الداعم والمساعد الأول للقضية الفلسطينية، ده أكيد وإحنا متأكدين. الأستاذ محمد سيف عضو التحالف الوطني، أشكرك شكرا جزيلا.